انتي ما شفتيش كاتب؟ لحظة، تعالوا شوفوا. اسكوز مي. ما في نذم. على اليوم ما في النذم. النذم اليوم على كيف نقول النذم. ما حد يدربش شيء ولا يطفي مايكات لا طبعا شيء. لا الحرية والديمقراطية للمرأة شكل المرأة بس انا ما اوفر اي ما حد ابايا اقوى فقرة سكسك هيوج هوزمي شوف ايش لقينا شوف صاير بالويكند طاع الناس يعني منهكة غرام ولا بس منهكة؟ لا هو غرام وهو عتب وهو زعل وهو دراما وهو اوفر وتحت الطاولة ومدفونة ومقصودة تعالوا عندنا اول فنان منو اليوم منو انا الحين اقول لك يا حبي لا عندك الموضوع الله انجليزي طبعا اليسا شو تقول؟ ايه تقول You may never have the chance to say I love you to those who really count. لا تقولي لي غلط. This is the لحظة خلينا أقراها على إنجليزي عدل صدق. أوكي خلنا نحاول. إليسا حاطة بتويتر يعني واحدة مذيعة معاطفة جديدة تتكلم إنجليزي. إليسا غردت بتويتر You may never have the chance to say I love you to those who really count This is the only thing you shouldn't be Postponing Share love and be happy I love you هل شنو مسوي دعاية وجبة؟ لا قاعدة تقول لك ان انت يمكن ما تكون لك الفرصة مواتية عشان تعبرين عن حبك حق الناس اللي لازم تعبري لهم عن حبك وايد لغز حلو اي This is the only thing you shouldn't be postponing إن ما هذا الشيء الوحيد لازم ما تأجلينه هي تحب احد مو معبرت له لا 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 يعني لازم ما تأجلين كلمة احبك whenever you feel it حق الناس اللي قريبة منك بس شوفي كتبت I love you فshare love and be happy شاركي حبك وكوني سعيدة I love you حق منو I love you I love you ويبقى السؤال حق منو اليسا قالت I love you excuse me علي نذم ماما اليوم واليوم نشوف حبيبتك شنو كاتبه والله يا حلوه حلوه اي والله ذهب الماضي اي صار تراب ذهب لا يعني الذهب اي ليش حاطه بالدال مو ذال ايه هي ذهب هيك ذهب ايه ذهب يعني فل بس من الجولري هيدا ذهب ايه ذهب الماضي ايه صار تراب ذهب الماضي يعني ايه انا عبالي ذهب لا 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 ما راح ذهب قصده ايه الذهب ليكو الاساور ايه ذهب الماضي صار تراب ايش قصدها يعني اللي في يوم كان غالي اي صار الحين انت ولا شيء بس التراب احنا منه يعني احنا مخلوقين من تراب انت دشيتي صوب ثاني ما توقع هي تدري عن هذه النقطة او ما مو مركز عليها ايه بس كانت تقصد انه على شو بعدك بتحبه على شو على شو على شو ماشي على لبسه على شكله على نظارته على عقله او يمكن على رقة قلبه اسكوز مي علي نذم لازال ما معنا بكرة بتعود لقلبي افراحه بكرة غناي بيعشق افراحي شوف ايش كثر مقصوده بدون لا كذي يعني من بعيد بس واضحه من بعيد يا ابراهيم يا دشتي يا الفنان يا الحساس يا بكره بتعود يا مخاصمها زعلان يا لا تقولوا كلمها لا تقولوا راضيها دق عليه كذي يطلع منك يا ابراهيم اي هذا شرها وعتب اسمها ابراهيم دشتي يا مخاصمها كاتب بتويتر ناس تحشمها وناس تحشم نفسك عنها اوف بس ترى هو صاجع بس منو ضايق ابراهيم بس والله انا معاه منو مخاصم ابراهيم 84 ريتويت و85 لايك بدون نقطه يعني يبين خذ التليفون ابراهيم وكتب نون الف سين تحشمها وناس ايه؟ تحشمنا حتى ناس كاتبها كوبي مرتين ما له خلق يكتب ناس تجين ايه ناس تحشمها وناس كوبي تحشم نفسك عنها ترى دازها نفس هالحزة بالضبط لا شوفي الساعة 6:46 وما عاش يعني حزة مغربية ومقموت الرياض محشوم يا الغالي يا إبراهيم وبكرة بتعود لقلبك أفراح وما عليك من أحد زين أفراح بس خابة بيغي خيبسة اسكوز مي علي نذم ما زال مو معانا متى أون ريبيت السالفة
الله حبيب قلبي ملحن اغنيتي انت تقولي انا ما اقدر اقول شنو يقول شي. يقول بالنهايه هنالك قلوب لن تكرهك مهما اهملتها وقلوب لن تحبك يا آلاء مهما اكرمتها. انا اقول لك ما حد يحبك الا اللي لحنت لها. الله الله عندي الله الله عندي نار ان انت فهمتني يعني ما حد يحبك مثل هم لحنها عندي عندي ما حد يحبك الا اللي لحنت لها مقصوده دانعه ترى يعني كل شيء بحسابها. انت لازم نمسكك اكسر اعداد الله يسلمك من كذي ما اقدر الملحن فهد الناصر بعد كبدي انت صح وانا الوحيده بالدنيا اللي احبك متى نتعاون مره اخرى ايه؟ مدفونه مدفونه ما حد يحبك. بهديك اغنيه شنو هي هذه نزلت شيء ايوه